النشرة المحلية، أهلا بكم. نستهل النشرة المحلية لنهار اليوم من ولاية قسنطينة، حيث أشرف الرئيس المدير العام لشركة نفطال عبد القادر صافي على انطلاق عمليات توسعة مركز تجميع الوقود والغاز ببنوارة بمدينة الخروبة لتصل إلى 8800 طن. المزيد من التفاصيل في تقرير رضا تبرمسين. مركز تجميع الوقود والغاز بالخروب بقسنطينة أكبر مركز من نوعه في إفريقيا، أو الذي يضمن تموين كافة ولاية الشرق، انطلق في عملية توسعة لخزانة الغاز لتتضاعف وتصل إلى 8800 طن. وإحنا نهدف اليوم باش تكون عندنا الاستقلالية في المخزون، استقلالية اللي نطمح ليها وهي استقلالية 30 يوم كونسيرنو لي برودوي بترولي سون فير لا ديستينكسيون اونت لو كاربيرون او بيان لو جي بي ال او بيان لي زوتر برودوي افياسيون او بيان مارين. مركب استراتيجي انطلاقا من تموينه يوميا من مصفاة سكيكدا وبمعدل مخرجات مقدرة ب 8000 متر مكعب يوميا. عملية التوسعة هذه حتما ستضاعف قدراته تعزيزا لضمان تموين المواطن. اليوم مع المشرف على إنجاز هذا المشروع اللي هو مؤسسة من مؤسس مجمع صنادرك، وقفنا ودينا إجراءات باش الاستلام تاع هذا المشروع تاع الكاناليزاسيون يكون افون لو 30 افريل 2023. التوسعة وحال استلامها ستضاعف طاقة التخزين من 63000 متر مكعب إلى 235000 متر مكعب من مختلف أنواع الوقود لضمان استقرار تموين يصل إلى شهر كامل. ومن أجل التحسيس بأهمية وضع الرمز العمودي على المنتوجات والتعريف بالشروط والكيفيات المطبقة، نظمت غرفة التجارة والصناعة الواحات بورقلة حملة تحسيسية لفائدة المنتجين والمستوردين. المزيد في سياق تقرير حمزة ملوحة. منع تسويق أي منتوج لا يحمل الرمز العمودي بداية من مارس 2023، لأنه يضمن حقوق المستهلك وحمايته من خلال توفير المعلومات الكافية على طبيعة المنتوج ومكوناته وبلد المنشأ. أول حاجة راح يكون خاضع لجميع القوانين اللي يحتاجها المستهلك، وثاني حاجة غدوة تصرى حاجة نقولوا انتبسيكاسيون في نامبوركال برودوي راح تقدر تتنحيه من المرشي. وهو حماية للاقتصاد الوطني وكذلك حماية للمنتجين يعني من تقليد، وحماية للمستهلك يعني من القدرة الشرائية نتاعو. ومن أجل التعريف بالشروط وشرح الكيفيات المطبقة على الرمز العمودي، تنظم الغرفة الولائية للتجارة والصناعة بورقلة حملة تحسيسية ميدانية لفائدة المنتجين المصدرين والمستوردين. هذا الكودابار راح يساعدنا في المستقبل. الحاجة الأولى أنه يساعدنا أنه في التعريف بالمنتوج تاعنا، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه ما كانش إنسان كسم كانش واحد آخر اللي راح يقدر يقلد المنتوج تاعنا. والحاجة الثالثة ثاني في الجانب التسويقي. الهدف تاعنا باش نوصلوا رسالة لجميع المتعاملين باش يتقربوا لنا باش يقوموا بهذا الإجراء، لأن بعد هذا التاريخ أي منتوج يكون هنا في السوق لازم يكون فيه كود بار أو هذا الرمز العمودي، وهذا طبعا راح يرجع بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك وصحة المواطن بصفة بالخاص. قرار وزاري يأتي في إطار رقمنة الاقتصاد الوطني، يساهم أيضا في تسهيل عمليات تصدير المنتوجات إلى الأسواق الأجنبية فضلا عن تفادي التقليد. في مجال الاستثمار الفلاحي، نقف في النشرة عند تجربة أحد الفلاحين بدائرة الحجيرة بولاية تجورتا، الذي عاكف على ممارسة هواية تقطير النباتات العطرية وعصر البذور الزيتية، وكله عزيمة لإنشاء مؤسسة مصغرة متخصصة في هذا المجال. المزيد في السياق روبورتاج حمزة ملوح مرة ثانية.
يبدأ يومه بجمع مختلف النباتات والأزهار العطرية قبل أن يتوجه إلى ورشته الصغيرة، وهنا تبدأ عملية استخلاص الزيوت الطبيعية والصحية. فكيف قرر ميلود الاستثمار في هذا المشروع الطموح؟ احنا في أول أمر قمنا بزراعة الأعشاب الطبية. خلال هذه المرحلة تاع الزراعة في الأعشاب الطبية وصلنا إلى أهمية يعني استخراج الزيوت الطبية والطبيعية من هذه الأشجار والنباتات. درنا تربص في البوليدة. زيوت أساسية أغلبها نباتية، تقطر وتعصر، تحفظ وتعلب لتسلم بعدها للزبون، وحتى البقايا تستغل في مجالات أخرى. عندنا مجموعة كبيرة من الزيوت اللي ننتجوها، وتقريبا ننتجو أغلب الزيوت اللي تعصر واللي تقطر. بالنسبة للبقايا يعني عملية العصر مثل هذه بطول كتان عندها عدة استعمالات، منها تخش في صناعة الصابون الطبيعي، منها تكون كأعلاف للدواجن والأنعام. احنا رانا وجهنا وعطينا له جميع التسهيلات باش يهذ النشاط نتاعو ونمنحوا له في إطار هذه منطقة النشاط المصغر باش ينشئ المخابر نتاعو وينشئ مشروعه. هو إذن من دعاة العودة إلى الطبيعة لتفادي عديد المشاكل الصحية، خصوصا وأن الجزائر غنية بأنواع مختلفة من الأشجار والنباتات العطرية. احتفالا باليوم العالمي للجبال وتحت شعار المرأة تحرك الجبال، نظمت مديرية الغابات لولاية الأغواط بالتنسيق مع المصالح الفلاحية وخلية المرأة الريفية فعاليات الصالون المحلي لمنتجات المرأة الريفية لإبراز دور هذه الفئة في تثمين المنتوج الحرفي والتقليدي. وعلى هامش المعرض قدمت للجمعيات المشاركة آلات خياطة كهدية رمزية وتشجيعية من قبل مؤسسة ميناء الجزائر. فؤاد حماني والمزيد من التفاصيل. تتميز الصناعة الحرفية لدى المرأة الريفية بدقتها ومصدرها الطبيعي، ثروة تحمل أبعادا اجتماعية واقتصادية. من عدة مناطق من ولاية الأغواط التقت جمعيات ونساء ريفيات النشطة في مجال إنتاج وصناعة مختلف منتوجات الحرف التقليدية في معرض تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للجبال. هناك باللي كاين منتوج محلي وصح عندك حرفيات متمكنات، يعني هنا نديروا فرص عمل، معناتها فرص شغل، كي تجيب لها المنتوج وندير عليها بيبليسيتي يقدروا يديروا علينا دي كوموند، يقدروا نبيع لهم حتى يتنافس عالميا. عندنا منتوجات لفات كيكون طبيعي 100%، واللي كانت فيه منتوجات مختلفه ومتنوعه للمكيفات بالبيت والمراه الريفيه على مستوى تراب الاغواط. وكما نشكر الشركه اللي ساهمت في اعطائنا هذه الماكينات قصد ممارسة نشاطاتنا والمزيد من النشاطات أخرى إن شاء الله. تسهيل الإدارة للمرأة الريفية وكذلك الدعم التقني. الدعم التقني ومساهمة الشغل ولا إشراك النساء كما في الدعوم اللي تجي على مستوى مصالحنا. الخلية الولائية لمرافقة المرأة الريفية بالأغواط بالتنسيق مع قطاع الغابات والفلاحة نظمت برنامجا يهدف إلى إبراز العلاقة المتميزة بين الجبال وسكان الريف، خاصة المرأة، حيث المجال الطبيعي كمصدر لرزقها. وقد تخللت هذه الفعاليات إهداء آلات للخياطة لمختلف جمعيات ترقية المرأة الريفية من طرف مؤسسة ميناء الجزائر العالمي. مساندة المرأة الماكثة في البيت وإدراجها في الدخل الوطني. احنا حابين أولا تثبيت هذه النساء الريفيات في الوسط الريفي، وممتون حابين نخدموهم يدخلوا ويعادهم دخل مدخول للأسرة. نعرفوا باللي المرأة راها في المناطق الريفية هي تقريبا العائل الوحيد للأسرة أو العائل الرئيسي. نلقاو السيد مثلا عنده الأغنام، عنده الخبز، حتى تلقى المرأة اللي تخدم الصوف، هي اللي تدير الحليب، هي اللي تدير. وعندنا ثاني مبادرة أخرى ماذا بينا رايحين الأيام القادمة إن شاء الله رايحين نديروهم تكوين في صناعة الأجبان، في صناعة الزيوت العطرية. كما كان المعرض فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار والتجارب، وخاصة تسويق المنتوج الريفي الوطني. وينضم إلينا الآن من ولاية الأغواط فؤاد أحماني للمزيد من المعلومات حول موضوع المرأة الريفية. فإليك فؤاد. تحية طيبة، نحن متواجدون في هذا المعرض وهذا الفضاء
الذي يجمل الكثير من الجمعيات والتي تمثل المرأة الريفية. هذا المعرض الذي يعطي صورة حقيقية للمنتوج ذات الأصل أو البعد الأصالة الوطنية. نحن نستضيف معنا السيدة نجلاء، الاسم نجلاء أعظمه مديرة الغابات لولاية الأغواط في هذا المعرض الذي بمناسبة المرأة، إحياء هذه الأيام المرأة الريفية. ماذا تمثل لكم كمحافظة وكقطاع هذا المعرض؟ إذن اليوم رانا متواجدين هنا في هذا المعرض بمناسبة اليوم العالمي للجبال تحت شعار المرأة تحرك الجبال. استضفنا نساء من ربوع ولاية الأغواط، عدة جمعيات متخصصة في الصناعة التقليدية وللتعريف بها كذلك، ومن بينها كذلك الصناعات الخارجة من الجبال. خالية المرأة الريفية بالولاية، الهدف نتاعها هو مرافقة المرأة، ذلك بتعريف كل ما تنتجه هذه الأخيرة، وكذلك مرافقتها حتى آخر نقطة هي نقطة التسويق، ولما لا التسويق لمدى كاين هنا جمعيات تسوق حتى في دوليا. المرأة الأغواطية عندها منتوجات متنوعة ومتنوعة وفي كل المجالات. طيب حضوركم يمثل دعم؟ احنا حضورنا اليوم كخالية لمرأة الريفية دعمنا هو باي اكزومبل، نعطيك على سبيل المثال مرافقة المرأة، قلت لك من النهار الأول اللي تاخذ به طريقها إلى آخر نقطة، آخر نقطة واش نقصوا بها هو التسويق. إذا راح ندعموا المرأة ونشوفوا، لأن المرأة المعروف بها أنها ما تقدرش، كاين النساء ما تقدرش تخرج من البيت، تحتاج إلى تكوين ما. إحنا مرافقة المرأة الريفية واش تقوم؟ تقوم بتعيين عندما وسائل الإنتاج. نعم اليوم من هذه الهدية نعم كاليوم كامل اليوم رانا راح نمدوا، سوف نقدم 20 ماكينة خياطة للمرأة الريفية من طرف مؤسسة عالمية لميناء الجزائر، وهذا الشيء يشرف، وهذه بداية بادرة خير إن شاء الله لولاية الأغواط. راح نخدموا اتفاقية مع جميع مؤسسات في هذا النحو، يعني اللي حب يقدر يساعد المرأة الريفية راح نتواصلوا معه وراح نقدمها لها إلى بيتها ولما لا. طيب آخر رسالتكم إلى المرأة الريفية والمرأة المنتجة خاصة؟ المرأة المنتجة نعطيها نصيحة واحدة، ما تقولش بلي ما عنديش تسويق ما عنديش وين نسوق، لا، يجب عليها أن تبدأ وبالبداية ومرافقتها، والدولة راهي وفرت لها كامل الظروف من بينها هذه الخلية الولائية، هذه الخلية اللي معروفة في ولاية الأغواط المكونة من الفلاحة والغابات، قطاع الغابات، وناشطين كثير في هذا المجال. راح ننصحها نقولها ما تحشميش تتصل بالخلية، وإحنا رانا نتصلوا بالمرأة الريفية وبالجمعية الناشطة على مستوى الولاية، إحنا نجوها نوصلوا لها الفم الباب. إذا عندها مشكل ناحية التكوين في مجال ما، نعطيك فيس على سبيل المثال، راح نقوموا اتصلنا بليت مع تيزي وزو، اتصلت بمكونتين نساء راح يكونوهم في مجال الجبن وفي مجال صناعة الصابون، هذا على سبيل المثال. إذا كان عندهم شيء جميل نعم تواصلوا بين الولايات، إذا لقينا هنا في الأغواط مكونين يتبرعوا تاني ما عندنا حتى إشكال، لما لا. وبعد واش نديروا لهم شهادات، وهذوك الشهادات تقدر دير بهم حتى بلوطاغ في الزمن القريب، لما لا دير بهم حتى أن كريدي بانكير، يعني دير بهم قرض مصغر وتأسس مؤسستها الخاصة بها. شكرا. إذن المرافقة والدعم يعطي إرادة كبيرة للمرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت، الهدف هو الحفاظ على الأصالة والحفاظ على هذا الموروث الجزائري الأصيل. نعم شكرا لك فؤاد أحماني، كنت معنا من ولاية الأغواط. ومخافة سوء استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتيك توك من قبل أطفال المدارس، بادرت السلطات المحلية بوهران وبمشاركة المصالح الأمنية وكذا مديرية التربية إلى إطلاق حملة تحسيسية تحت شعار الطفل ومواقع التواصل الاجتماعي. نتابع المزيد في التفاصيل مع نوال فراقية.
بالمدرسة الابتدائية المجاهد إبراهيم بوهدبة بوهران كانت الانطلاقة الفعلية للحملة التحسيسية تحت عنوان الطفل ومواقع التواصل الاجتماعي لفائدة الأطفال المتمدرسين. هذه الحملة تأتي بدافع التوعية بمخاطر سوء استغلال شبكة الانترنت. كون الطفلة استفدتم من هذه الحملة التحسيسية أن الإنترنت مفيد جدا في البحوث العلمية، والآن عرفت أن سلبيته خطير، لذا علي أن أبتعد عنه. أستعمل الإنترنت في البحوث وفوائدها هي تساعدنا في الدراسة والجهد والوقت، وسلبيتها كثيرة لذا يجب التقليل منها. الاستعمال السيء للإنترنت يؤدي إلى أطفالنا إلى الوقوع في كثير من المخاطر، وهذه المخاطر لازم الخطأ يتحملها أولا الأولياء. في هذا المنبر أنا نقول بلي أنه لازم على الأولياء توعية أطفالهم أولا، مرافقتهم ثانيا، ومراقبتهم ثالثا. عملية التحويل من السلبي إلى الإيجابي تتمثل في استغلال هذه الوسائل في عملية التدريس، في عملية تخفيف المحفظة مثلا. في بعض المدارس الآن عندنا على مستوى الوطن تجارب باستعمال طابلات من أجل تخفيف المحفظة. المرافقة والمتابعة ضف إلى المراقبة الأبوية، كلها أساليب أكد عليها المنظمون لهذه الحملة. نرجو من الآباء أن يراقبوا أبنائهم لأنها أصبحت تؤثر سلبا، خاصة على في الجانب النفسي على الطفل. التلميذ ولا حبيس هذاك الانترنت والجهاز تاعه، حنا ماذا بينا تكون كاينه التوعيه والامهات تاوعنا يعطوا الوقت تاعهم، يعطوا الاهتمام الكبير لوليداتهم. الوقت اللي رانا فيه الاب كيدخل من الخدمه ولا الام، ولدها غير هو غاليها تعطيه تليفون غير باش كيما نقولوا ما يديرونجيهاش، بصح هذه هي الكارثه. الانسان يقابل ولاده المدرسه هي الاولى، هي الام هي الاب. الحديث عن التطور التكنولوجي وذكر ايجابياته في حياتنا اليوميه لا ينفي على الاطلاق المساوئ. ونختم أخبارنا المحلية من ولاية شلف التي احتضنت فعاليات افتتاح السنة الكشفية 2023 ببرنامج ثقافي تخلله أداء الوعد الكشفي لقادة الأفواج الجدد وتسليم شهادات للقادة الذين تلقون تكوينا إعداديا. كريم الشمط والمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. تحية كشفية لسنة من العطاء مرت وأخرى لسنة جديدة للعطاء تحيي بنبرة واحدة وعبر رسائل التضامن الفعال والآداء التطوعي المنظم على نهج تلقين النشء المنطوي تحت لواء الكشافة الإسلامية القيم الأخلاقية والوطنية. علمتنا تضامن إسلامية والقرآن الكريم والدراسة، وعلمتنا التربية والأخلاق. كشفت أنا يعني شغل كلي هي حركة حاجة تربوية وتطوعية قاعدين نشاركوا فيها. هذه المحطة محطة مهمة بالنسبة للحركة الكشفية من أجل يعني إعطاء الدفع للنشاطات وللبرامج وللأفواج الجديدة منها والعتيقة اللي عندها يعني عندها مدة وهي تشتغل. منهجية تأطير لبراعم الكشافة الإسلامية يسير وفق برنامج يتماشى والبرنامج المدرسي يعتمد في تلقينه على قادة الأفواج تجسيدا لأداء الوعد الكشفي بما يحقق هدف تكوين الدراسة الإعدادية للشارة الخشبية لفائدة قادة الأفواج. التربصات في الأفواج الكشفية مهمة جدا، هذه التربصات هما عبارة عن توجيهات وعبارة عن دروس تمكن من قائد الفوج أنه يمد أكثر للأفواج الكشفية اللي راه مسؤول عليها. التربص هذا تمهيدا إلى الدور الإعدادي، الدور التمهيدي درنا الإعدادي ومن بعد التمهيدي ومن بعد ندخل مباشرة في الدورة الشارة الخشبية. أجواء تفاعلية وبحماس تعد الكشافة الإسلامية بشلف على الحضور القوي الفعال في كل المحافل وعلى الوعد الكشفي تتواصل المسيرة. نهاية النشرة المحلية، شكرا على طيب المتابعة.